ما زلنا في قطار الصحة اللي دائما بنحاول نذكر فيه كل تفاصيل جديدة حاصلة في العالم، وأول حبة دواء رقمية في العالم. واو، اليوم التكنولوجيا عندي شايفة أنا والله. وافقت إدارة الأغذية والعقاقير على أول حبوب رقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، تراقب التزام أيضا المرضى بتناولهم أدويتهم، وجهزت الحبة بمستشعرات صغيرة تتصل مع اللاصقات الطبية اللي بيرتديها المريض نفسه، بحيث يتم نقل بيانات الدواء إلى التطبيق الذكي، وأيضا بيتم تحميل المعلومات في قاعدة بيانات موجودة عند الطبيب برضو من خلال هذا التطبيق. والله يعني فكرة جدا جميلة، يعني خلاص وصلنا بالتكنولوجيا إلى هذا الزمن، أنه مجرد حبة نبلعها تقول لنا كل حاجة، لا وترسلها على تطبيق، يعني حركات والله. والطبيب مطلع في الرائحة ونشوف يا بالضبط. حقيقي يعني في أفكار جدا جميلة، إن شاء الله تطبق في القريب العاجل. نروح إلى التطبيق الأكثر شعبية والأكثر استخدام عند الناس، طبعا يوتيوب تقتل الخاصية الأكثر إزعاج على منصتها. كلنا إذا شفنا فيديوهات على اليوتيوب أو أحيانا ممكن نتفرج أفلام على اليوتيوب، أكثر شيء يزعجنا وأكثر شيء يخنقنا الإعلانات اللي تظهر على الشاشة أثناء مشاهدتنا البرامج اللي بنشوفها أو الأفلام اللي بنشوفها على اليوتيوب. فأخيرا يوتيوب قررت أنها تقتل هذه الخاصية وتوقف هذه الإعلانات اللي بتظهر على الشاشة، وما تضطر بعد كذا أنك تشيلها وأنت بتتفرج كل شوي توقف الفيلم، خلينا نشيل الإعلان ونرجع ثاني. بس قالت اعتبارا من 14 ديسمبر المقبل أنها راح توقف هذه الخاصية تماما. والله طبعا المقصود بها الإعلانات البانرز الصغيرة بتجي أسفل الشاشة وبتضغط اكس. طبعا اكثر شيء ينسب في العالم هذه البانرز الاعلانيه صراحه، لانه شيء مستفز وانت بتتفرج جدا، وحاجات تطلع لك وحاجات ما تشوفها، واوقات يكون في سبتايتلز فانت ما بتلحق تقرا فبترجع تعيد بعد ما تحط الاكس، وهكذا بتشوفوا طول الفيديو، خصوصا اذا كان الفيديو فيري بوبولر حتلاقي وقفات كثير مستفزه. يعني انا صراحه وصلت لمرحله اني حقيقي ما اوقفها ابدا، وهي تقعد تقريبا 15 ثانيه وتروح لحالها. 15 ثانيه والله عمري ما فكرت استنى صراحه. لا لا استنى، بالي طويل بالي طويل بالي طويل، بس مو لما نشوف حاجه نبن. anyways جلسه تصوير مرعبه لعروسين على ارتفاع 100 متر، لك ان تتخيلي. لميا يس من جد يس. هم رحيهم بيتزوجوا ولا بينتحروا؟ ماني عارف، اسمع الخبر. هم يعني كفايه فكره الزواج مرعبه كمان، حيربوا نفسهم. عموما خاض عروسين صينيين مغامره مرعبه خلال التقاطهما اخر جلسه تصوير بملابس الزفاف، وهم بيتسلقوا جبل تشايا في الصين على ارتفاع 100 متر، وانضم بعض المتسلقين للعروسين خلال مغامرتهما المرعبه التي نفذاها بملابس الزفاف التقليديه. وايه يا زمن، والله نعيش ونشوف يعني الكثير من هذه هباله بصراحه اللحظات اللي ممكن تتذكري العروسه اللي هي وزوجها رموا نفسهم في المسبح او في البحر وغرقت بسبب ثقل الفستان. أيوة. وماتت. يس لا ما ماتت، ماتت لا من جد يس. لا ما ماتت، قلنا هذا الخبر ما لا ماتت. في واحده ثانيه غير الخبر اللي قلتيه ماتت فعليا يس. والمشكله ما يعني ما بنتعلم من اللي احنا بنقول احيانا ممكن العريس كان بينتقم قبل ما يتزوجها، ممكن ورته الويل قبل ما يتزوجها. اصحاب ايش الافكار الغريبه جدا اللي ممكن تأدي بحياه العروسه. نشوف البنات الخطر والله، نعيش ونشوف. يجيبوا لهم الجنان يا بنات، اذا جتكم اي افكار من ازواجكم قبل الفرح او لليله الفرح كنسلوا اي حاجه. ايش فيها الكوشه والزفه؟ يعني احنا نرضى بمصاريف الزواج والكوشه والزفه والاوفر والاشياء اللي تتسمى واللي ما تتسمى، وانتم ما ترضوا باي افكار بسيطه عشان نحيي الليله بشكل جميل؟ والله اقنعتني الصراحه. عموما نروح لخبري، ولحظه غير عاديه لانعاش قلب طائر، يمكن من اكثر الغرائب اللي بنشوفها في العالم، عشان كذا في اخبارنا بنحاول نجيب لكم كل شيء غريب وكل اللحظات المؤثره اللي ممكن تلمس قلوبنا. طبعا نجح طبيب برازيلي في انقاذ طفل عبر عمليه تنفس اصطناعي، انقاذ طائر عبر عمليه تنفس اصطناعي لانعاش قلبه بعد ان كان في عداد الموتى، ليتحول الموقف الى لحظه غير عاديه. وفي الفيديو يقوم الطبيب بعمليه التنفس الاصطناعي لهذا الطائر، شوف الفيديو ونرجع لكم. اه
شوف، انا سمعت الخبر منك بس ما توقعت ادمع لمجرد، لانه سبحان الله انقاذ حياه بهذه الطريقه شيء. الناس يعني سبحان الله بنشوف المفارقات في الحياه، كيف الناس تتعامل مع حيوانات وناس كيف عندها انسانيه عاليه. هذا الشيء عارف من حسن حظ هذا الطائر انه هو اصطدم بزجاج مكتب الدكتور البرازيلي اللي انعش حياته. جعل ما يصطدموا الا بقزاز الدكتور. عموما نشوف والله، يعني نعتبر بهذه القصص الى اخر التكنولوجيا. ما ادري ايش فيكم اليوم تبي توقع بينه وبين لمي، بس هذا اختراع ايضا تكنولوجي جديد، نظاره ضوئيه بتحل مشاكل السفر لفتره طويله. لمي، واو، تحب السفر اول شيء لفتره طويله؟ لا. ليش؟ ايش المشكله؟ احب اوصل في اسرع وقت. عشان ما احب، يعني ما اقدر انام في الطياره. هذا هو السبب الاول. ابدا ما اقدر انام في الطياره. النظارة هذه حتساعد الناس في مشاكل النوم، سواء كثرة النوم أو قلتها. ابتكرت شركة أسترالية نظارة العلاج الضوئي لحل مشاكل السفر في الرحلات اللي بتستغرق ساعات طويلة. النظارة بتوضع على العين عشان تحل مشكلات النوم والاستيقاظ لمية أثناء السفر، بحيث تصدر اللون الأزرق المائل إلى الأخضر، واللي بيمكن هذا اللون تحديدا الحد من إفراز الهرمون اللي بيسبب النعاس في حين يحتاج الشخص إلى الاستيقاظ في هذا الوقت. يعني هذه النظارة بتساعد أنه الشخص يقدر ينام في الطيارة مثلا، يصحى وقت ما يحتاج، لأنه شوف الواحد يحتاج أنه هو يصحى في أوقات معينة، فوقت وقت الهبوط خلاص ما فينا مثلا نصحى. هذه النظارة حتساعدك أنك تصحى بشكل صحيح وصحي. يعني ما اقنعتني الصراحه، تصدق؟ مو عشان لا، يعني ما عجبتني، ما عجبني الاختراع هذا. اهم شيء الناس تستفيد. ما حقيقي لا، ما عجبني. ايش يعني اصحى بشكل سليم؟ طب انا بنام ساعتين عادي قيلوله. تعرفي اوقات، انا اقول لك في اوقات تحسي انك انت نعسانه وجسمك متكسر، والنعاس اوقات سبحان الله حتى دراسات طويله اجريت على هذا النعاس او التعب. النعاس اللي بيحصل في العين، والعين لما تكون مقفله صعب، يعني يا مويه بارده يا كمادات بارده يا حاجات معينه يا فما كيف. فهذه النظارة بس مجرد انك تفتح الإضاءة هذه حتحسي بنشاط، وانك تودي خير تكنولوجيا ما اعرف لين فين حتودينا. عموما راح اقول لكم عن اغرب ثلاثة اشياء الخبراء نصحوا انه نحفظها في الثلاجة. يعني اتوقع من الاشياء، في اشياء شائعة وممكن انكم عارفينها قبل كذا، ولكن من اول هذه الاشياء اللي نصحوا الخبراء في حفظها في الثلاجة هي كريمات الاساس، لانهم قالوا ان البرودة تحفظ الزيوت من التلف، فأي ميك اب عندكم فيه زيت ممكن أنكم تحفظوه في الثلاجة. وغير كذا المكسرات، لأنه حفظ المكسرات يفقد خارج الثلاجة يفقدها طعمها ونكهتها المميزة، فلازم أنكم تحفظوها في الثلاجة. وأخيرا الزهور، لأنه وضعها في أوانيها وحفظها في الثلاجة ليلا يجعلها تعيش معاكم أطول وقت. والله يعني الزهور مكسرات مو جديدة علي، لكن الكريم الأساس أول مرة أسمع عنها. هو في أعتقد كمان كريم الأساس زي، لأنه في مواد كيماوية أعتقد الحرارة بتخليه ينفصل عن بعضه، أوقات في زيوت بتنفصل عن نفس المادة حقت كريم الأساس أو غيرها من المواد هذه، لأنه أعتقد كريم الأساس يحتوي على زيوت مرة عالية، فهذه واحدة من الحاجات اللي عشان لا يتخرب أو يصير له اي دامج من اي نوع. عموما ساعة شباب مكمل واخبارنا كذا انتهت، لكن الفقرة الفنية جاية، الفقرتين الفنيتين جايين ان شاء الله راجعين.